ما حدث فاق كل الحدود يا رسول الله. إنهم لم يمتنعوا عن مساندتك فقط، بل حاولوا قتلك. لابد من رد رادع على هؤلاء حتى يكونوا عبرة لغيرهم من المنافقين. هدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم من ثائرة الصحابة وقال لهم: إن الله نجاه من كيد وغدر بني النضير، وإنه سيرسل لهم ليخبرهم أنه لا يريدهم في جواره، فهم خائنون ولا أمان لهم. نعم الرأي الصواب يا رسول الله.